وديع 26 عاما من الاردن. مساء الخير. العلاقه مع الفتيات تبدا برفع سماعه الهاتف. اوكي. كم ساعه كنت تقضيها على الهاتف؟ حوالي ساعتين. شو كانت الاحاديث اللي كانت تدور؟ حب. يعني مع فتيات حكما؟ ايه. بعدين علاقه جنسيه. علاقة جنسية، حب وعلاقة جنسية عبر الهاتف، هل استخدمت أسلوب آخر؟ إيه؟ وسيلة تانية؟ نعم. شو هي؟ النت. عن شو كنت عم تبحث بالمكالمات الهاتفية؟ عن حب. علاقة جنسية. حب وعلاقة جنسية. كيف كنت تحصل على أرقام الفتيات؟ عشوائية. تضرب الرقم يعني عشوائية؟ عشوائي. بيطلع لك حدا؟ ايه. دايما بتلاقي تجاوب؟ في تجاوب كثير. كثير. خاصة من الزوجات. شو بيكون بدأ المرأة المتزوجة؟ ليه؟ دور علاقة. تتجاوب. دور علاقة جنسية. شو الأحاديث اللي بتدور عبر الهاتف؟ عن الجنس. كيف يعني علاقة جنسية عبر الهاتف؟ عندها متعة. قد ايه وقت بتدوم هذه العلاقة عبر الهاتف؟ حوالي ساعتين. وكيف تنتهي؟ عادي. على قد ايه وقت ضليتك وديع تستخدم هذا الأسلوب؟ شي سنة ونص. ودي حكينا عن الاتصالات عبر الهاتف. طور الموضوع أكثر؟ طور عن طريق النت. الإنترنت. كيف بلشت؟ أنا ومجموعة أصدقاء. نعم. نزلنا على النت. صاروا يراسلوا البنات. طورت الأمور للكاميرا. شو بيقولوا لك البنات؟ علاقة جنسية. كله بدور على علاقة جنسية. عمر، ماذا يحدث في غرف الدردشة؟ بيحدث استدراج. أول مرة كيف صارت؟ ترجع اللي فت على الإنترنت، كنت مع مجموعة أصدقاء. مع مجموعة أصدقاء فتوا على النت، طورت الأمور للكاميرا. بلشتوا بالحديث عبر النت؟ بالحديث. مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا، وطورت الأمور. مع فتيات عربيات أم أجنبيات؟ عربي وأجنبي. طور الحديث؟ طور الحديث لحديد ما يجي وقت تفتح الكاميرا. نعم. متى تقرر أن تفتح الكاميرا؟ لما يبلش العلاقة الجنسية. سكس يعني. هل يعني أول مرة كان مع أصدقائك بس؟ إيه. وبعدين صرت تعملها وحدك؟ لا، أنا وأصدقائي. علاقات جنسية يعني مع الأصدقاء؟ إيه. من خلال الكاميرا. من خلال الكاميرا. كم استمر هذا الموضوع؟ شي سنة. هذه العلاقات الافتراضية، العلاقات الوهمية الإلكترونية، بشو خلتك تشعر؟ بالندم. هلا بالندم، بوقتها كان في استمتاع؟ في استمتاع. اليوم بالندم ليه؟ لأنه إشي حرام. هل هاي دول العلاقات خلتك مثلا تكتسب خبرة معينة أنت كنت بحاجة لا. إلها؟ لا، ما في. علم. ندمت وتوقفت. ندمت وتوقفت. واليوم وديع كيف بتعود عن حاجاتك؟ كيف؟ كيف تعوض عن حاجاتك اليوم بعد ما ندمت وتوقفت؟ التزمت بديني. التزام بالدين. الدين هو كان الملجأ لك. الدين هو الملجأ. وخلاص، شكرا لك وديع.